السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق لحصة جديدة، نتعرف على حرفين جديدين ألا وهما حرف الطاء وحرف الضاد. هذه الحصة تندرج في الأسبوع 13 والأسبوع الثاني من الوحدة الثالثة، مجال الهندامي والنظافة، المرجع كتابي في اللغة العربية للمستوى الأول. إذا السؤال رقم واحد، إذا نبدأ بحرف الطاء، حرف الطاء، حرف الطاء. تمرين رقم واحد، أحدد المقطع الذي فيه حرف الطاء، المقطع الذي فيه حرف الطاء. إذا الصورة الأولى، مطر، مطر، مطر. إذا المقطع الثاني، الصورة الثانية، طفل، طفل. دنا المقطع الأول، المقطع الأول والذي يوجد به حرف الطاء. فوط، فوط، إذا المقطع الأخير، المقطع الأخير والذي يوجد به حرف الطاء. مطر، طفل، فوط. ألون حرف الطاء، نقرأ الكلمات ثم نقوم بتلوين حرف الطاء. طابور، طابور، طابور. إذا المقطع الأول، طا، حرف الطاء، طابور. بطاطس، بطاطس. إذا المقطع الثاني والثالث، حرف الطاء، يوجد مرتين. بطن، بطن، حرف الطاء. أقرأ. عط، عطر، ط، طب، لن، ط، طبو، لن، طي. ما، طير، ط، طار، ط، فطور، طي، فطير، طن، مطا، طن، طن، رباط، طن، بلوط. عط، عطر، ط، طبل، ط، طبول، طي، ماطر، ط، طار، ط، فطور، طي، فطير، طن، مطاط، طن، رباط، طن، بلوط. فطرت فاطم بفطير لذيذ. دن أعيد، فطرت فاطم بفطير لذيذ. إذا السؤال الأول، أحدد المقطع الذي فيه حرف الضاد، فيه الضاد. إذا الصورة الأولى، مريض، ما، ري، ضن. إذا حرف الطاء يوجد في المقطع الأخير، مريض. ضماد، ضماد، ضماد،
دون دم حرف الضاد يوجد في المقطع الأول. مدربة مدربة. إذن حرف الضاد يوجد في المقطع الأول الثاني عفوا في المقطع الثاني. يمكن أن تضعوا علامة، يمكنكم التلوين أيضا لنحدد المقطع الذي يوجد فيه حرف الضاد. إذن مريض ضماد مدربة. ولون حرف الضاد در سن در سن. إذن حرف الضاد يوجد هنا في المقطع الأول، ومطلوب أن نلون حرف الضاد. مدربة مدربة. إذن المقطع الثاني. دار. إذن حرف الضاد في أول الكلمة. دار. أقرأ. مد مدرب. دا ضرار. دو ضروب. دي ناظر. دا ضاد. دو ردود. دي نضيد. دن مرض. دن رافض. ضن راض. عيد. مد مدرب. ض ضرر. ضو ضروب. ضي ناظر. ضا ضاد. ضو ردود. ضي نضيد. ضن مرد. ضن رافد. ضن راض. في مدربة رضا صوف. في مدربة رضا صوف. لأن حرف الطاء وحرف الضاد. حرف الطاء حرف الضاد. إذا نبدأ بقراءة حرف الطاء مع الحركات القصيرة الطويلة أيضا التناوين وبعض الكلمات. طا طا طن طو طو طن طي طي طن ط ط طن طو طو طن طي طي طن. عفوا. مطار مطار. لطيف. سطول. مطر مطار. لطيف. سطول. دم حرف الضاد. ض ض ضن. دو دو ضن. ضي ضي دن. دا دا. دو دو. دا دا دن. دو دو دن. دي دي دن. در بن. را ما دا نو. راضي. درب. رمضان. راضي. لاحظوا معي الصورة. عائلة مجتمعة حول مائدة الإفطار، إفطار رمضان.
إذا هناك حريرة، سمك، سلطة، تمر، وفطائر. صام راضي، فطر راضي بفطير. صام راضي، فطر راضي بفطير. أجزئ، إذا أجزئ الكلمات إلى مقاطع. طماطم، طماطم. إذا ط مقطع، ما مقطع، طي مقطع، مو مقطع. طماطم. مضرب، إذا مض مقطع، را مقطع، بن مقطع. مضرب، مضرب. أدمج. سطول، سطول. ضباب، ضباب. سطول، ضباب. أقرأ، مرض. إذن شبكة مفردات كلمة مرض، هذه شبكة مفردات كلمة مرض. ضماد، مريض، ممرض، طبيب. إذا ضماد، مريض، ممرض، طبيب. إذا الكتابة، كتابة حرف الطاء والضاد، أخط ثم أنقله. طو طا طا، ضي دو ضي. إذا طو. طا طا ضي دو ضي نكتب طي طو طي. دائما نكتب مع احترام مقاييس الحروف، لا ننسى ذلك. ضن، ضا، ضي. إذا الكتابة التفاعلية، أسود، أكمل. استحم، استحم، ديدي، استحم ديدي. بماء وصابون، استحم ديدي بماء وصابون. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.